تعتبر المشاريع المدرة للدخل شكلا جديدا من أشكال التشغيل الذاتي للعائلات التي ذاقت طعم النزوح ومرارته وقررت العودة الطوعية إلى مناطق سكنها في محافظة صلاح الدين، وتنفيذا لرغبتهم المتمثلة في تعميق قدراتهم على بلورة وإنجاز مشاريع ملموسة مدرة للدخل، وانسجابا مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الحكومي لتشجيع النازحين على العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية. وزعت وزارة الهجرة والمهجرين الوجبة الأولى من المشاريع الصغيرة بحسب مدير هجرة محافظة صلاح الدين خالد محجوب. تم توزيع مشاريع مدرة للدخل واللي هي أغلبها مشاريع صغيرة متمثلة بمشاريع الخياطة إلى العوائل النازحة العائدة، وحقيقة استهدفنا هي العوائل المتضررة اللي متمثلة بالأرامل حقيقة والعوائل المتعففة. هذه المشاريع مقدمة من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين ليس فقط مشاريع خياطة، وإنما هناك مشاريع خاصة بقطاع الزراعة متمثلة بالبيوت الزجاجية، وكذلك هناك مشاريع أخرى متمثلة بالمناحل ونجارة، مشروع نجارة ومشروع حدادة ورافعة مواد. هذه المشاريع استهدفنا بها العوائل العائدة إلى مناطقها المحررة. محجوب أكد أن نشاطات الوزارة لا تقتصر على المشاريع المدرة للدخل، وإنما هنالك مشاريع أخرى لدعم العائلات. مشاريع وزارة الهجرة والمهجرين مستمرة لدعم جميع العوائل العائدة إلى مناطقها، وهذه المشاريع حقيقة هي قليلة بالنسبة للعوائل العائدة، ولكن كما تعرفون هنالك إمكانيات الوزارة. هذا المشروع تقريبا قيمته 2 مليون دينار يقدم إلى هذه العوائل كدعم بسيط إلى هذه العوائل. المستفيدون من هذه المشاريع أكدوا حاجة العائلات إلى المزيد من الدعم المالي والمعنوي، فهنالك الكثير من المتضررين. نطالب هذه الوزارة بمشاريع، يعني هذه المشاريع ما تكفي العوائل، يعني العوائل متضررة، عوائل مفقودين، عوائل أرامل، وهاي المشاريع ما تكفي. يعني يا حبذا لو الوزارة تبادر بإنشاء مشاريع أفضل حتى يكون يعني مساعدهم في معيشتهم. كل شيء ما تكفي، لأن عوائل رجعت كل شيء ما عدها، بيوت قلت لك مشتعلة، بيوت منها مهجرة، تعويض ماكو، 1.5 مليون ما حنطانا، فالعوائل الداوية. هذا صحيح أكو بيها مساعدة، مساعدة العوائل قليلة. وبرزت المشروعات الصغيرة كبديل ملائم يوفر نشاطا اقتصاديا يعول عليه في إنقاذ أهل المناطق المتضررة، وقد غطت هذه المشاريع المجالات الزراعية منها والحيوانية والصناعية الصغيرة والتشغيلية والتجارية، وأنقذت آلاف العائلات المتضررة.